مساء الخير على حضراتكم مشاهدين الحياه في مصر. النهارده مش لقاء عادي لان بجد انا مش ببالغ والله، فنان جميل جدا بتفرج عليه من وانا صغيره وبحبه جدا وراقي جدا وجميل جدا، وهنرجع معاه في اللقاء ده لذكريات حلوه قوي. خليني ارحب بالفنان الجميل الكبير اللي موجودين معاه في مكان كمان يعني بيحتوي على حاجات تاريخيه وهو ليه تاريخ في حد ذاته. خلينا كمان هنساله على المكان اللي احنا بنصور فيه في داخل وسط البلد، الفنان الجميل جدا حسن كامي. يا مساء الخير. انت قلتي لي كلام كبير قوي، مش عارف اذا كنت استحقه كله ولا لا. استحقه زياده بجد، هاخد منه حته صغيره وانا شاكر فضلك. لا بالعكس والله انا بقول الحقيقه وانا كنت سعيده جدا بجد لما ظبطنا ان احنا هنتقابل النهارده ونعمل الانترفيو ده، بس انا مش عايزاه بقى انترفيو على قد ما انا عايزه ارجع مع حضرتك كده للذكريات ونرجع نتكلم. يعني خلينا نبدا من المكان دي، المكتبه بتاعت حضرتك او كانت بتاعت زوجة حضرتك الله يرحمها، صح كده؟ خلينا نرجع شويه للتاريخ في المكتبه. اولا انا بدات حياتي العمليه في شارع قصر النيل، وانا كنت بشتغل في السياحه هنا وشركات طيران، ومن شركات طيران وشركات سياحه اللي انا كنت بشتغل فيها ابص على المكان ده هو تقول هو فيه ايه. فدخلت من باب الفضول، والكلام ده هو كان سنه يمكن حاجه و60، ووقعت في غرام المكان ده هو والكتب اللي فيه، وبشويش بشويش بقيت صديق الراجل المهم اللي هو كان صاحب المكتبة دي، وكان راجل شرس قوي، ما كانش يحب ابدا يبيع، كان عايز يبيع كتب وحاجات على قد اللي هياكل بيه اخر الشهر. وكان الله يحب المحسنين، لو واحد قال له قرش تعريفه تخفيض يطرده بره. كان راجل شرس قوي قوي، كان بيحب كتب يعني من كتر حب الكتب وما يقدرش ان هو يقلل من قيمتهم مثلا يعني. ولكن ترجع تاريخ ميلاد هذه المكتبة إلى سنة 53، كانت ملك واحد راجل سويسري، 56 الراجل دوت هاجر وباعها بالظبط زي أفلام نجيب الريحاني اللي هو باع المحل بتاعه أو التجارة بتاعته لنجيب الريحاني، وقال له بعد 20 سنة مثلا تكون أنت حطيت لي فلوس في البنك وخلاص أصبحت بتاعتك. فعلا هو ده اللي حصل بالظبط، أصبحت بتاعته بعد ما الراجل مشي بسنين طويلة. وأنا في هذه السنين الطويلة اتصاحبت عليه وروضته، وأبص أبص على الكتب اللي أقدر أشتريها لأن الكتب غالية جدا. وغالية ليه؟ ما أنا هقول لحضرتك، بس بقى لما نوصل إلى نهاية سرد قصة المكتبة. أنا كنت متعلم كويس ومن عيلة كويسة وكل اللي أنت عايزاه، بس كنت متقع مفيش فلوس. واللي انا درسته كنت عايز اخش سلك دبلوماسي، وانما الفن شدني الاوبرا ورحت الاوبرا واشتغلت في الاوبرا وتعرفت على نجوى الله يرحمها اللي هي زوجة حضرتك اللي هي زوجتي، واتجوزنا 40 سنة ولغايه ما ربنا افتكرها وبتاع. المهم في هذه الاثناء كانوا اهلها بيقولوا لها انت، اصل اهلها كانوا ناس اغنياء قوي ومبسوطين قوي، قالوا لها خدي بالك الراجل اللي انت هتتجوزيه ده ما معهوش فلوس وهيشفط فلوسك. يشفطها؟ قالت لهم ازاي يشفطها؟ قالوا لها اصل ده والعبان وبيعرف يلعب بالبيضه والحاجه. قالت لهم لا. وانا من يوميها كنت حلم حياتي ان انا اجيب لنجوى حاجه هي ما تبقاش موظفه عند حد حتى لو كان خلق. فان شاء الله ربنا الحمد لله رب العالمين، ومن خلال الموهبه اشتريت المكتبه دي من الراجل ده اللي كان لما كان بيقول لي ايه، بقول له يا اخي انا من كتر ما دفعت عندك فلوس كان زمان اشتريت المكتبه دي. يقول لي ايه تشتري المكتبه دي؟ ده انت ولا لما هتشوف علامه ودنك.